وأول مساحتنا الصباحية حنروح فيها للمساحة التربوية، واليوم رح نضوي على موضوع جدا بهم الآباء والأمهات والأطفال. كثير مننا كأمهات وكثير من الآباء ممكن يصدر عنهم بعض الأفعال، بعض الأقوال، بعض التصرفات تكون خاطئة وتأثر بشكل سلبي على الصحة النفسية عند الطفل. هذا الطفل ممكن يكبر وتضل محفورة جوا ذاكرته، ممكن يبقى يتذكره مع الأيام، تأثر على مستقبله وعلى علاقته بمحيطه. اليوم بدنا نحكي ليلى عن الإساءة النفسية للأطفال، كيف ممكن تأثر بالمستقبل عليهم؟ تماما يا رشا، كثير من الاهالي بيتعاملوا يمكن بالاسلوب القاسي، خلينا نقول يمكن بيشوفوها طريقه التربيه الصحيحه، يمكن بعض الكلمات او بعض التصرفات يمكن تجرح الطفل تستمر معه لمدى الحياه، يمكن الاهل ما بيدركوا هذا الشيء. اليوم رح نحكي عن الاساءه النفسيه، كيف تاثر على صحه الطفل، كيف ممكن نتعامل بطريقه صحيحه اليوم مع اطفالنا، مع الاختصاصيه التربويه راما حمودي. يسعد صباحك. يسعد اهلا وسهلا. صباح الخير راما، اهلا وسهلا فيكي. مشوبه اليوم؟ اي والله. بلش الطقس هيك في ارتفاع كثير اول درجات الحراره. خلينا نروح للمفهوم الاساءه النفسيه. اليوم ممكن كل حدا مننا يفسرها بالمعنى اللي هو ممكن يفهمه، ممكن انا اقول لك اذا عنفت ابني، ممكن حدا يقول لك الكلام القاسي، وممكن الحرمان العاطفي اللي بيصير بالبيت. خلينا نحكي بشكل عام عن مفهوم الاساءات النفسيه. هلا بداية خلينا نحكي عن الإساءة بشكل عام. الإساءة بشكل عام هي أي تصرف أو قول أو فعل بيصدر من البيئة الحاضنة الموجود فيها هذا الطفل، سواء كان بيت أم مدرسة، تجاه هذا الطفل. طبعا هي بتعكس مشاعر هدول الأفراد اللي عم بيمارسوا هي الأفعال أو عم بيتفوهوا بهي الأقوال. هي الإساءة بشكل عام. كم نوع لها؟ إلى ثلاث أنواع. نحن كنا بنعرف سابقا فقط الإساءات اللي بتكون متمثلة بالضرب، يعني على جسد هذا الطفل فقط، أو الإساءات اللي بتكون فيها عنف نوعا ما جنسي. تمام. لكن العنف اللفظي أو الإساءات النفسية هي الأشد خطورة على هذا الطفل. هلأ كل الإساءات بالمجمل هي بتعمل صدمة عند هذا الطفل، وبيكون إلى هي الصدمات تأثير على مستقبله أو على حياته القادمة. تمام. لكن بما أنه أنا قلت إساءة على الجسد وبالأطراف اللي هي العلاقة بموضوع الجنس، فإلى آثار نفسية. لكن إذا كانت الصدمات هي أو الإساءات خليني أقول، إذا كانت هي بالأصل عم تستهدف نفسية هذا الطفل، فالصدمة بتكون أكبر. لهيك الدراسات الحديثة قالت أنه العنف النفسي أو الإساءة النفسية بتأثر أو هي أشد خطورة من أي نوع من الإساءة الممارسة على هذا الطفل. فأي شيء بيحمل مشاعر إذا كانت متعلقة بالطفل، يعني هلأ هي المشاعر بتعكس موقف هو ما مارق فيه هذا الفرد اللي عم بيمارس هذا الإساءة أو عم بيقوم بهي الإساءة تجاه الطفل. لكن إذا كان الطفل له صلة بهذا الموقف أو ما له صلة، الطفل ما بيفرق، بيعرف أنه في إساءة توجهت له بهذا الموقف، فممكن يحكم على محبة أو عدم محبة هذا الفرد لهالطفل. وهون بقى تتشكل عندي الصدمات بالمستقبل. طب خلينا شوية نحكي عن أنواع الإساءات، خصوصا بالبيئة الحاضنة اللي هي الأسرة، وبأي عمر ممكن الطفل فعلا يتأثر بهي الإساءات اللي بتخليها تستمر معه لمدى الحياة. تمام. هلأ نحن حكينا عن أنواع الإساءات بشكل عام، لكن خليني خصص الإساءات اللي هي أشد خطورة، الإساءات النفسية. في تصرفات نحن منقوم فيها ما منكون واعيين انه هي تندرج تحت الإساءات النفسية، مثل النقد اللاذع للطفل، لوم الطفل. في عندي شيء أكثر وهو هدام للطفل، هو أنه أنا أحرمه من أشياء هي أشياء طبيعية أو هي أشياء مستحبة للطفل، مثل أحرمه اللعب لأنه قام بفعل مثلا معين، كسر غرض بالبيت أو خالف بعض القوانين والهي، فأنا بحرمه من حق من حقوقه. هذا الحرمان بيكون يندرج تحت أخطر أنواع الإساءات اللي تمارس ضد هذا الطفل. في عندي نوع أيضا اللي هو التهديد. يمكن نحن كأمهات على طول منهدد الطفل بوجودنا وعدم وجودنا،
يعني إذا عملت هذا الشيء فأنا رح أترك البيت أو رح أتركك. هذا الشيء كتير منقوله، نحن ممنوعة أنه هذا الشيء رح يترك خطر كبير على هذا الطفل، بيصير الطفل بيخاف من فقدانك بأي موقف إن كان صغير وإن كان كبير. فالتهديد أو التخويف هو إساءة نفسية خطيرة على هذا الطفل. الإساءات النفسية تصنف ضمن ثلاث معايير، أو إذا بدي أقول حسب شدة هي الإساءات. في إساءات عابرة، يعني أنا إذا قلت مرة واحدة بالحياة لطفلي أنه أنا رح أترك البيت إذا قمت بهذا الفعل وما كررت هي الإساءة، خلص صارت عابرة، تمام؟ وخاصة إذا ما ظهر عند الطفل إشارات يعني بتوضح أنه أسيء له بهذا الشيء. أما النوع الثاني فهو بين العابرة وبين الشديدة، يعني أنا كررتها مرتين ثلاثة بعدين ظهرت شوية مؤشرات على صحة هذا الطفل أو على نفسيته، فأنا بلشت عدل هذا الشيء، يعني تراجعت نوعا ما. والإساءات الشديدة اللي هي بتكون لا على مدار اليوم. رابع نوع وهو هذا النوع الأشد خطرا وهو الكارثي، ونحن حتى نحن كأخصائيين تربويين أو نفسيين ما بنقدر نعالج الطفل معالجة كاملة، وهو اللي أنا بسميه الإساءات الحابسة. يعني أنا بعطيه شوية حنان وبعطيه محبة، وبموقف من المواقف بسحب هي المحبة سحب كامل. فهذا شيء بيولد عند هذا الطفل هو مثل التعرض للمخدر، يعني أنا عم بعطيه حب وحنان وعم بعطيه اهتمام وعم بعطيه، لكن بالمقابل على أقل تصرف أنا عم بسحب كل هي المميزات اللي هي من حقه هذا الطفل. فأنا هون بقى صار عندي هي الإساءات، وهي تعمل له عند هذا الطفل ازدواج عاطفي، فما بيعرف هو بيحب هذا الشخص ولا بيكرهه، بيحمل المشاعر الاثنين، بيحمل مشاعر حب وكره معهم، وما بيقدر يطلع بيقلك الطفل أنه أنا بعرف أنه والدي عم بيسئ لي أو والدتي عم بتسئ لي، لكن أنا بحبهم أجباري اليوم ببعض المواقف بكرههم، تمام؟ اليوم هيك رما خلينا نستغل وقت معك اكثر بمعلومات مهمه. اليوم ذكرتي انواع الاساءات اللي ممكن احنا تروح للاطفال وتاثر على الصحه النفسيه. طيب اليوم انا كيف بدي اعرف اذا طفلي عم بيعاني من مشكله نفسيه، عنده اساءه نفسيه، ان كان بسبب اي تصرف مني؟ دائما احنا بنقول احيانا في تصرفات عفويه يعني غير مقصوده ممكن تكون، كيف انا بدي اعرف اليوم انه انا طفلي عنده مشكله؟ هلا شوفي، في مؤشرات بتظهر عند هذا الطفل مثل اضطرابات الاكل، امتناع الطفل عن الاكل او امتناعه عن مشاركتنا بحوارات او ابداء رايه بموضوع من الموضوعات، بيعطيني مؤشر انه هذا الطفل عنده نوع من الاساءات سواء مني او من غيري. فانا هون شوي بدي اكون يعني حذره بالتقاط هي الاشارات. هي اول شيء اضطرابات الاكل واضطرابات التواصل الاجتماعي. لهيك نحن بنقول انه البناء النفسي لهذا الطفل ببلش من ثلاث حاقات نحن بنقلها بالتربيه، اللي هي الحب والحوار، طبعا مو اي حوار، في حوار طرشان نحن حكينا عنه. هذا هو هدام تماما. بده يكون حوار فعال، بده يكون في تواصل شغال من الطرفين يلي عم بيجروا الحوار، تمام؟ وفي عندي الحاقه الثالثه اللي هي الحزم، فانا ما بعطي حب مفرط وما بعطي حوار مفتوح، لكن الا يكون معه الحاقه الثالثه يلي هو الحزن. فعندي اضطرابات الاكل واضطرابات التواصل، الاكتئاب، العزله الاجتماعيه. الطفل بطبيعته محب ل يعني المشاركه بالنشاطات، فاذا شفت طفلي عنده نوع من الانزواء او نوع من العزله فانا يفترض، او اكتئاب. يعني بعمر الطفوله المبكره هلا صرنا نلاحظ انه في اطفال كثير بيعانوا من الاكتئاب، قبل ما كنا نشوف هذا الشيء. طيب اليوم ما فينا نفرق بين طبيعه الطفل والاكتئاب؟ في طفل هادي، طفل ما بحب العجقات، طفل ما بحب كثير، هذا بيكون من طبيعته. اذا انا ما عم مارس عليه اساءه فانا بعرف طفلي، لكن انا عم بمارس هي الاساءات على الطفل، كان الطفل نشيط وحرك وبيحب النشاطات، فجاه يعني انا ما عم بقول انا ظهرت الاعراض من ولاده الطفل.
الطفل، لا لا، هو كان طبيعي بيتحرك، بيحب الحياة، بيحب يطلع وبيحب يشارك الأطفال. فجأة لقيته بالتجمعات هو عامل منعزل أو منزوي وما بيحب يشارك بالنقاشات، هي كتير مهمة. في شيء كمان بيظهر عند الطفل يلي هو اضطراب ما بعد الصدمة، وكمان بالطفولة المبكرة هو صعب إذا ما تعرض الطفل لإساءات كبيرة إنه يصير عنده اضطراب ما بعد الصدمة. نحن بنعرف إنه بالمراهقة يبلش اضطراب ما بعد الصدمة نوعا ما، لكن بظهوره بمرحلة الطفولة بيعطيني هذا المؤشر إنه أنا اتحرك وعالج الإساءة وأعرف الإساءة اللي عم يتعرض لها هذا الطفل. طب اليوم في كثير من الأطفال ممكن هذا الشيء ما يكون موجود بالبيت، خلينا نقول أكيد ما في أهل ما بيحبوا أولادهم، ممكن طريقة التربية تكون شوي خاطئة مثل ما ذكرنا، ممكن هذا الطفل ما يكون عم يتعرض لإساءة ضمن الأسرة، ممكن هذا الشيء يكون خارجي، ممكن التنمر، ممكن فينا هذا ندرجه تحت نمط الإساءة النفسية. طبعا هلأ نحن وقت قلنا النقد، قلنا اللوم، قلنا التجاهل، قلنا التهديد، مو شرط ضمن البيئة الحاضنة، لكن نحن نوعا ما ليش منقول بالبيئة الحاضنة؟ لأنه هذا الطفل قد ما قضى وقت برا الأسرة هو رح يرجع بالنهاية. صحيح. إذا أنا عم خصصة وقت لطفلي اتحاور أنا وياه، أحكي معه، أعرف شو صار معه خلال وقته اللي قضاه خارج البيت، فأنا بقدر أوصل لمؤشرات معينة. ممكن كلمة يتفوه فيها هذا الطفل، ما بحب مثلا رفيقي، ليش ما بتحبه؟ هذا الحوار باخذ أنا شوية أمور بتتعلق بحالة التنمر أو حالة الإساءة اللي ممكن يتعرض لها خارج حدود المنزل، فأنا بدي يكون شوي أم واعية بهي الأمور. طيب خلينا راما نروح لي العلاج، إذا فينا سميت المصطلح، إذا فينا نقول علاج أو شو ممكن نحن نقدم لهذا الطفل، إن كان عن طريقكم إن كان بالبيت. نحن كأهالي اليوم وقت ما يكون ابننا عنده عن جد مشكلة بالنفسية، شو هي الخطة العلاجية أو التدريبية لحتى يرجع مثل ما كان؟ هلأ شوفي، نحن ما منبلش العلاج للطفل، منبلش مع الأهل، لأنه الأهل هن إذا كانوا هن المسبب فأنا بدي بلش البداية من عنده، فبقدم العلاج لهم لحتى يطبقوه مع الطفل. بده يكون في احترام متبادل للطفل، يعني طفلي بالتجمعات خاصة مع الكبار ما أحرمه من المشاركة، يعني ما أعطيه قبل ما يكون في تجمع عائلي معين أنه ما بيصير هذا التصرف تقوم فيه، فأنا عم نمطه بنمط معين عم بحرمه من الطفولة اللي هو يفترض يكون عم بيعيشها. تمام؟ بدي أعرف شغلة واحدة، أنه الطفل مشاعره كيف تتكون؟ تتكون من خلال سلوكياتنا ومشاعرنا نحن. كل ما عطيت الطفل مشاعر سلبية فهو شو رح يبادلني؟ تمام. أكيد مشاعر سلبية. إذا مشاعر سلبية رح يعطيني مشاعر سلبية. صحيح. إذا كانت إيجابية، حتى لو الطفل كان عنيد شوي أو عنده هذا اللي إنه بنقوله عم بيحاول يثبت حاله أو يثبت وجوده بالبيت، مرة على مرة بالمشاعر الإيجابية بيعطيني أو السلوكيات الإيجابية بيعطيني ردة فعل إيجابية، فأنا بدي انتبه لهي الشغلة. هلأ في شيء كتير مهم نحن لازم نعرفه بالإساءات النفسية، هي الإساءة ما بتظهر بشكل مباشر، يعني مو فورا بعد الارتطام، نحن من إلا حالة الارتطام بهذا الحدث تظهر هي المؤشرات عند الطفل. تماما، هي بتشبه مثل اللي بيوقع من مكان عالي على الأرض وبتنكسر الجمجمة، بعدين تبلش العظام تتكسر، بلش يبرد الجرح شوي شوي. تماما، بعدين تظهر ردات الفعل. هلا الشيء اللي كثير مهم انا بالعلاج اللي بقدمه للاهل هو انه انا بفهمهم انه مو كل فعل بيقوم فيه الطفل لازم يكون في رد فعل من قبل. احيانا الافعال الطبيعيه او العفويه للطفل ما بتستاهل الضرب او الحرمان او التهديد او التخويف. الطفل بيحب انك تكوني انت بتحبيه بغير شروط، يعني ما تعطي هذا اللوم اللي مبالغ فيه، وتعطيه الحب بشكل اللي بيحتاجه. تمام؟ تمام. أكيد هيك بختام فقرتنا بدنا نشكرك على المعلومات اللي قدمتيها، أكيد نتمنى السلامة وبيئة صحية ونفسية لكل أطفالنا. شكرا لك راما. شكرا كثير لكم. شكرا لك راما وعلى حضورك، يومك حلو وإن شاء الله هيك بالصحة النفسية الجميلة لكل الأطفال. شكرا. ولأنا أكيد